مقطع إلى الجميل والنحيل. أنت يا أنت، ولا أقصد نفسي، كلما كنت جميلة كنت كالوردة هشاً ونحيلاً. دثريني فأنا أرتجف الآن من الخوف، وما كنت نبياً، وأنا أسمع في الصمت عويل المتعبين. لا أريد الآن أن أعلن ما أخفي وأن أبدي ارتيابي، ربما ينقلني الماء من الطين ومن أصل عذابي، لأرى في الضفة الأخرى سلاما وأرى أن إلهي كان خوفي. محمد علي شمس الدين. للشعر نكهة خاصة، للكلمات مزيج له طعم ما بيشبه أي طعم آخر، لما الحبر بيمتزج بكلمات بأحرف لحتى يصنع عجينة الكلمة شعراً. الشعر معه بيعطي بعد آخر في المرأة، في الحب، في الوطن، في الثورة، وفي أي شيء بيريد هو أنه يضوي عليه. لإله الشعر يبدأ عندما تنتهي الأشياء. باختصار، ضيفي مثل ما عودنا دائما بالشعر قمة، وبالكلام وبالثقافة، الدكتور الشاعر الأستاذ محمد علي شمس الدين. شرفتنا الليلة، أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا أستاذ. يعني لما نحكي بمزيج الكلمات منروح بداية لأول فقرة للكلام يلي بيبدأ من أول أيام الصغر، من الطفولة. إذا بدي أرجع لذلك الزمن يلي بيخطفنا لإله حنين وبيخطفنا لإله ذكريات، أسماء، بيوت، مراجع، لوين مع حضرتك بنرجع؟ أنت يعني مثل عم تفتح باب قفير من النحل علي، لأنه أنت عم تفتح لي باب الذاكرة الطفولية. هالقد كانت عسل هذه الذاكرة؟ في نحل، في عسل، في لسع أيضا. الذاكرة تلسع وبتعطي حلاوة. أنا اللي بذكره من هذا العالم القديم من الطفولة، بذكر آثار بعض الأشياء على الحواس عندي، على عيني، على سمعي، على جسدي، على جلدي. العناصر، الريح أساسية، لأنه أنا ابن بلدي عالية وولدت في هذا العلو في الجنوب اللبناني في قرية، وربيت بقرية تانية هم فيها الجبل والنهر، فإذا صار في عندك وعصف الريح. كنت من صغري يعني تميمة لما تبدي الرياح في العصف. أنا كسنجاب ألطي وبعدين أتحرك، أمشي. وقت الحال علاقتك بالعناصر هي محط لعدد من الانطلاقات يلي رحت فيهم لإصدارات، لأماكن، ولهيك مشاعر نبشت عليهم لحتى تطلعهم. رح نحكي عن العناصر وأهميتهم، ولكن هيدا العناصر بالصغر شو ولعت، شو حفزت بهيدا المرحلة، بمرحلة الطفولة؟ حفزتني على أني أنه حركت الحياة الداخلية بنفسي، والحياة الداخلية بالحقيقة
يعني حكيت لك عن الريح بقى. ممكن احكي لك عن النهر كتير، ممكن احكي لك عن الاصوات الشجيه للريان اللي كنت اسمعها يا ريم، وبالامس كانوا هنا والى اخره جدي الشيخ، وهي الاصوات الشجيه هذه، الجدل بين العناصر وبين الاصوات هي طفولتي كلها، هي طفولتي. وبعدين مشي في البرية بحرية، حرية تامة ومشرعة وبلا حساب. وبعدين ما تتخيل قديش كانت تثيرني الرسوم التي ترسمها الغيوم على الأفق، بتتشكل ساعة بيطلع لك حصان، ساعة بيطلع لك مرأة، ساعة بتطلع، هذه هي المخيلة، هي من هونيك طالع الشعر، العناصر كلها. لأنه شوف كيف النتيجة، إذا كان الشعر هو الخط البياني لحياتك الداخلية فهو صعب كتير طبعا، صعب، لأنه الحياة الداخلية تعاش أكثر مما يتم التعبير عنها. كيف كان الانعكاس على محمد الصغير، على محمد بعلاقته مع أصدقائه، مع عائلته، مع البيئة يلي كان يعني عم يطلع منها برعم فيه من الثقافة والشعر وفيه من الطفولة، كيف كنت توفق ما بين هالمسارين؟ لقلك شو، أنا بدي قلك شغلي عني، أنا وحشية طباع. بما بأي معنى وحشية طباع؟ بمعنى أنه مني كائن كتير اجتماعي، يعني كتير اجتماعي، يعني ما إلي أصدقاء كثر، كان إلي صديق واحد جميل جدا، عيونه شوي حول، عنده مخيلة قوية قدي، يجي يحكي لي حكايات عجيبة غريبة، بأنه يعني أنه شاف على النبع مرة شعرها أخضر وعيونها صفر. قلت له أنت شفتها؟ قال لي إيه أنا شفتها. بكل الأحوال هذا كان من طفولتي، هذا الصديق أساطيره يلي كان يخبرك إياها، هذا الصديق هو عم يخترع، هو عم يخترع وعم يسرب لي اختراعاته، وأنا عندي قابلية، أنا عندي قابلية. عايشت صوت الجد، وكانت الوالدة أمي بعيدة عني، أمي وبي كانوا بعد، كان بي يشتغل بعيدا وكانت معه، ربيت في كنف هذا الجد. كان الجد شجي، وكان بين رجل دين وبين عراف، يعني كان هو مرجع كل شيء في القرية عنده، الحياة والموت، الولادة والتشييع. كمان عايشت في تلك البيئة الأولية التي أنا بتذكرني بأوصاف الجنة، عايشت العناصر الأولى، يعني الحيوانات، الحيوانات يعني الأغنام، يعني الحمارة اللي كانت بالدار، البركة اللي حد الدار، هاي عناصر سحرية، هاي هيدا هو القفير اللي منه تطلع القصائد. وهون الصعوبة بقى في التعبير طبعا، لأنه مثل ما قلت لك انه كل ما تقرب من حقيقه نفسك الحقيقه بصير الكلام صعب. لذلك انا لست طلقا، يعني انا ما عندي طلاقه بالخطابه بالحكي، ولكن بكتب الكتاب الصعب. استاذنا لما نحكي عن طفوله بعيده عن ام وأب، قدي فيها من لسعة هذه الحياة أي، وكيف تحويلها إلى عسل هيدا القفير لحتى تنهل منه والحياة تكمل، كيف توصف هيدا المرحلة وكيف بتطلع لهالبعد؟ لأنه مش سهل أبداً أنه ولد يكون بعيد عن أهله البيولوجيين. جداً ما عشت بشغف دائم أني أشوف أمي، وحتى لما شفتها وبعدين ماتت، انتبه، حتى يعني لما شفتها إلا وينك، يعني صار في عندي هالمسافة دائما، إلا تعالي إلى آخره تعالي. وبعدين كل أوصافي للنساء فيما بعد وعلى مختلف أسماءهن، ثم من قال لي أنت
أنت فقط تتكلم عن أمك التي فقدتها. حتى أنه قصيدتي اللي اسمها المرأة التي فرت من لوحة سلفادور دالي، في سلفادور دالي الفنان المعروف له لوحة امرأة واقفة أمام نافذة وتنظر إلى البحر. أنا بمخيلتي يعني ظهرة إلي ووجهة للبحر كل يوم شوفها أنا بالألبوم، لأنه أنا بحب هذا الرسام. خطر ببالي فكرة أخرى مختلفة عن الرسمة، خطر ببالي أنه هذه المرأة اللي هون فقدت، طلعت بالصورة ما لقيتها، فكتبت قصيدة المرأة التي فرت من لوحة سلفادور دالي. وكان قصدي سؤال أنه إذا كان سلفادور دالي هو الصانع يساوي المبدع ووضع هذه المرأة في هذه اللوحة، هل تستطيع أن تغير موقعها؟ يعني الله اللي خلقك أنت هون بيلي، أنت هل تستطيع أن تغير مكانك أم أنك لا، أنت ملزم بهذه الإرادة؟ فالسؤال فلسفي يعني. وكتبت، فهناك من كتب أنه يتكلم عن أمه. بكل الأحوال سأقول لك الآن قصيدة صغيرة. تفضل. حول أمي. وانطلاقا منا رح أحكي عن حضور الأم والمرأة بشعرك، كيف أخذت كل هيدي المعاناة، كل هذا الاشتياق، كل هذا الطوق للأم لحتى توضعه بكلام. نسمع. القصيدة عنوانها الناي. الناي إلى آمنة أمي، سأدخل في الناي كي تذكريني، سأدخل في الناي كي تذكريني، وأترك جسمي على قصب النهر يمضي إليك. أنت أمي إذن، وأنا كنت ذاك الصبي الذي حملته المياه إلى قدميك. عانقيني طويلا، إن ألفا من السنوات مشت في دمائي ولم أنتبه. كنت طفلا جميلا يدور مع الأرض حيث تدور، كنت قيسا نحيلا ودمعة خدي حديقة، وما كنت ليلى، ولكنني سأكتب أن الزمان سرير وأنك أجمل منها لأنك أمي. تهزين عرشا قديما، تهزين هذا السرير الذي في الهواء، فلا تحزني واعلمي أنني خاتم ضاع في ليلة العرس تحت الغطاء. هاي القصيدة إذن فيها كل الشغف كل الحنين، هو مثل ما بيقول جلال الدين الرومي، صوت الناي هو حنينه إلى أمه في القصب. صوت الناي الجميل بفسره حنينه إلى أمه في القصب انفصل عنها. أنا استعرت الاستعارة العظيمة هاي وقلت لها سأدخل في الناي كي تذكريني، فإذا أو كأني خاتم ضاع في ليلة العرس تحت الغطاء. هاي الصورة، هاي ما هو الشعر هو الاستعارة، هاي الصورة هي اللي بتعطيك مدى الشغف وبنفس اللحظة القطع والفراق، وبالنتيجة من هون بتطلع الكلمات الصعبة اللي اسمها قصيدتي. نعم. هذه القصيدة يلي فيها خبرة عمر، فيها خبرة طفولة، فيها اختبارات المراهقة، كيف إذا بدي أنتقل بمراحل يعني التنقل ما بين طفولة، ما بين مراهقة، ما بين عمر الشباب، كيف بتوصف هذه المراحل بين محمد الشاب ومحمد المتمكن من فلسفة الحياة؟ لأنه كانت دائماً عندك فانتازيا بالتعاطي مع التفكير مع الأمور لحتى تخلق هذا الجو وهذا العالم الخاص فيك. شوف لا يعني في خيال قديم حاضر مستقبلي، خيال بخيل بالزمن، يعني بالزمن، وهذا الأمر مثل الزمن يعني ساحة.
صعب فسر لك، ولكن بدي أقول لك شغلة، إنه هذا الخيال هو الفارس، هو المخيلة، هو المخيلة. نعم. والمخيلة هي نعمة، نعمة الخالق، هو الهبة العظمى للطبيعة للإنسان. الحيوان ما عنده مخيلة، الشجرة ما عندها مخيلة، أنت عندك المخيلة. بالمخيلة توجد الشيء اللي مش موجود، والشعر هو ابتكار اشياء مش موجودة. يعني شو بدي اقول، الوطن باشعارنا، باشعار جبران وباشعاري وباشعار سعيد عقل واخرين من الشعراء، مش هو اللي عم نعيشه اليوم نحن، كما او عم نذوق مرارته في الشارع وفي السلطة. إذن وطننا نحن عم نعمله بشو؟ بخيالنا، بمخيلتنا، اللي هي أمرار كتيرة، وأساسا تقريبا بتجيك ضد، ماشي بتيار عكسي ضد ما يجري. فبالمخيلة أنا كنت اخترع ما يدهش، ما يدهشني أنا شخصيا، ما يدهشني. وأمتى بلشت؟ ما بعرف منين. انتبه، لو سألتني سؤال محرج تقول لي منين، بقول لك ما بعرف من أين تأتي الكلمات، ما بعرف حقيقة. ولكن بأي عمر بدأت تكتشف فن رصف الكلمات بجمل وبشعر لحتى تكونها قصائد؟ قبل الكلمات. كيف بلشت؟ خبرني عن بداية. باكرا بأي عمر؟ عمري 12-13 سنة، بعمر المراهقة، أصغر شوي، يعني على عتب أول عتبات المراهقة. كان عندي احتكاك بالأسئلة، احتكاك بالحياة مثل منك شايف. نعم. يعني أنه أمشي بالريح وحدي. كان عندنا مكتبة ضخمة، كان عندي مكتبة ضخمة للجد، فقرأت ناس كبار، قرأت أبو العلاء المعري أنا وصغير. بعدين انتبه شوي، يعني كان جدك يحفزك أو أنت كان عندك الحشرية؟ ما كان يحفزني، وكنت أنا عندي الحشرية، وهو مبسوط، هو هادئ مبسوط، كتير مبسوط فيي. وأنا عندي يعني حشري، كوريوزيتي هيدي موجودة، فقريتهم. بعدين حاولت، انه قلت لك في عندك، لما بكون عندك انت شيء بجواتك بدك تطلعه، مش هيك؟ بدك تعبر عنه، ساعتها انت بتحير شو بتعمل. في ناس بتعمل رياضه، في ناس بتسافر تروح بتجي، في ناس بتكتب قصص. وانا بلشت هيدي التجارب في اني اعبر عن هالدواخل هيدي والافكار بكير، من 12-13 سنة. بلشت اكتب قصص صغيرة بالاول، قصص صغيرة، بعدين صرت على دفتر، بعدين صرت اكتب اذا بدك امثال يعني. بعدين شفت انه في اشي عندي مش عم تلبيها هيدي، فصرت اكتب شيء ما بعرف شو اسمه، هل هو الشعر او غيره. بكير كتبت شغلات أنا بخاف منها وما نشرتها، بس بعدها حاضرة لليوم. بعدك محتفظ بالبعض منها؟ إذا بقي عندي 4 أبيات من الشعر ما نشرتهم بأي مجموعة، أنا صدر لي 23 مجموعة. صحيح. شعرية كما تعلم، ما حطيتهم هودي، هيدي من أوائل ما كتبت. وقلت مرة في بيت أنا ما رح أقوله لأنه صعب. ليه؟ أنا بلشت متأثر بهذه الأسئلة، قلت لك أنا بلشت متأثر بمناخ أكبر مني بكتير. يعني أنا احتكيت بأبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري شخصية خطيرة في التاريخ، شخصية خطيرة، كان عقله يوجع الرجل، مش نفسه،
وجع العقل أقوى من وجع النفس وأضخم، وكان يحس إنه عايش هو بحبس جوات حبس. نحن عم نحكي عن الكورونا اليوم، هو كان عايش بخمس حبوس، بثلاثة كان يقول هو، بس هو بخمس. وكان يعطي أسئلة كبيرة إنه ليش الحياة كلها هذه سوا، ليه العذاب، ليه العذاب، ليه الألم، لمدى الألم، أين المصير، من أين جينا، لوين رايحين. هاي الأسئلة الكبيرة كانت تنكزني عنده أنا، حبيته. كانت تولد فيك فلسفة أو أسئلة؟ إيه كانت تولد في أسئلة، وأنا حاولت أني ألده، بيمش أنه كاتب عن حالي، بس أنه أنا مشيت بمجراه. وبعدين لما كبرت شوي قريت ألبير كامي، الإترانجي، ميرسو، أنا صرت ميرسو، حضرته أربع خمس مرات فيلم السينما وتقمصته. يعني من زغري كان عندي هذا الانجراف بهالأماكن الخطيرة. وكتبت أربع أبيات، خمسة هني، بس لا. أنا رح أقول أربعة، تفضل، لأن يعني الخامس صعب. بقول فيها هذه بزغري، هانتبه، أنا مجهول وحسبي أنني، أنا مجهول وحسبي أنني عشت هذا العمر في اللا زمني، أقطع الأيام وحدي كي أرى نفسي الولهى وألقى بدني، ذرة الرمل التي لم أرها في صحارى الأرض كانت وطني، تشرب الماء مزيجا عكرا من وحول الشمس فوق القنني، كذا بالله لكن آمنت باللظى المشبوب فوق الوثني. حلو. بلشت من الفكرة، من الشكية الوثنية، بعدين انتهيت إلى أنوار معينة في الكتاب وفي الحياة، في الحياة أنوار داخلية، أنوار تتجلى فيما أكتب يعني. طبعا اسمح لي قبل ما نكمل بحديثنا، مثل بكل فقرة ضيف بيختار اتصال، بيختار صورة وبيختار فيديو رح نعلق عليهم. اسمح لي أن أبدأ مع حضرتك، نمسي بالخير على دكتور حسن منانة الشاعر. دكتور حسن منانة، مساء الخير. مساء النور، أهلين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. لما نحكي عن يعني نشيل الألقاب كلها ونحكي عن محمد علي شمس الدين بقيمة الكلمة، الشعر، الفلسفة والإنسان، كيف بيتجلى هذا الموضوع بالنسبة لحضرتك؟ دكتور محمد علي شمس الدين هو صديق على الصعيد الشخصي، وهو الأب الروحي، فمنه زاد شغفي بالشعر. محمد علي شمس الدين هو أيقونة الشعر العربي. محمد علي شمس الدين شاعر كبير، أكبر من لبنان وأكبر من العالم العربي، وأعتذر عن هذا القول، لأن الشعراء المبدعين كأمثالهم أبعد من الوطن، هم أبعد بكثير من الوطن. محمد علي شمس الدين لا يشبه الآخرين، وأسمح لي هنا لأقول أن الشاعر محمد علي شمس الدين مع أبناء جيله إذا ما قارنته فهو ظل مبدعا وما زال مبدعا، لم يختبئ خلف الشهرة ولم تضيعه بوصلة الشهرة ولا الأضواء. فأعطيك مثلا الشاعر الكبير نزار قباني، تفضل، شاعرنا الكبير بآخر سنواته الأخيرة اختبأ خلف الشهرة، يعني لدرجة أنا قرأت أشهد أن لا امرأة إلا أنت، يمكن كتبه ب 24 ساعة. هذا ليس انتقاص من حق الشاعر الكبير، ولكن أخذت الشهرة الإبداع، أخذت كينونة الإبداع منه، وكذلك محمد المغوط. ولكن محمد علي شمس الدين ما زال هذا الشاعر المبدع. يعني أعطيك مثالا في قصيدته عام 2008 كتبها دموع الحلاج، القصيدة الرائعة عليت دموعي كي تبصرها يا الله. طبعا، وهي القصيدة اللي أخذت 8 سنين من العمل، من البحث، من الخيال والفكر. لما نحكي عن هذا الموضوع دكتور، لما نحكي عن شخص محمد علي شمس الدين بكامل الاحترام، إذا بدي أروح معك إلى الفلسفة، إلى الشعر، إلى هذه النهضة الفكرية يلي قدر يعملها كمان بعمله، برؤيته لعجينة الكلمة، شو أضاف محمد علي شمس الدين؟ محمد علي شمس الدين أولا أضاف أول شيء الحداثة
الحداثه اللغويه، الحداثه في اللغه العربيه. نعم. بالبعض اتمها من خارج، استورد القصيده العربيه من وحي القصيده الغربيه، ولكن محمد علي شمس الدين عمل ثوره حداثه بعد بدر شاكر السياب وبعد عبد الوهاب البياتي. محمد علي شمس الدين عمل حداثه من داخل اللغه العربيه، لم يستورد شيئا ما، حسن في اللغه، حسن في القصيده وفي تركيبه القصيده. محمد علي شمس الدين اذا بترجع لورا من اول مجموعاته عام 1974 قصائد مهربه الى حبيبتي اسيا، كان هذا الشعر المتوحش المتمرد، اللغه الاستفزازيه. اما الان في النهايه، في نهايات القرن، يعني بدايات القرن 21، محمد علي شمس الدين في ديوانه الاخير النازلون على الريح، التامل الصمت والبحث عن الحقيقه المطلقه. نعم. وطبعا الشعر هو يزرع الشك ولا يقول اليقين. محمد علي شمس الدين دائما انسان شفاف وانساني بكل معنى الكلمه. وانا استشهد هنا عندما قال في قصيده الحلاج: انا لست قويا يا الله كيما تنهرني بالموت، يكفي ان ترسل في طلبي نسمه صيف فاوى فيك وتحرك ادراج الموسيقى لاحيا واعيش فيك. هذا الإنسان الشفاف بكل معنى الإنسانية، بكل معنى الإنسانية. وبنفس الوقت هذا المتمرد عندما يقول بنفس القصيدة: للناس حج ولي حج إلى سكني، تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي. هذا التمرد محمد علي دكتور من هذا الواقع. نعم. لم يبتعد عنه، صور خراب هذه الأمة وطبعها في شعره، صورها وطبعها في شعره، لدرجة عندما قال في قصيدته دموع الحلاج: وأنا حين ربطت الريح بخيمة أوجاعي، شمعت ينابيع الأرض ففاضت من ألمي، هذا ألمي قرباني لجمالك يا الله فلا تغضب. الخيمة هي الأمة العربية، والريح هذا الدمار، وهذا هذه العاصفة الأوجاع التي تهب علينا. محمد علي شمس الدين لم يخرج من ثوبه العربي، هذا الإنسان الشفاف المتمرد في آه، هذا يحب الضجيج ويحب الصمت. هذه التناقضات المجموعة في هذا الشخص هو أيقونة الشعر العربي، وأنا أعتذر عن هذا القول، هو أبعد من لبنان وأبعد من العالم العربي. دكتور حسن منانة، شكرا لمدخلتك وكلامك بشاعر دكتور محمد علي شمس الدين. هذا ما قاله دكتور حسن. دكتور حسن صديق حبيب وطبيب بارع وشاعر، شاعر فيه من الحكمة، يعني مش الحكيم هون هو بمعنى الحكمة، طبيب هو حكيم بمعنى انه عنده تأمل وعنده رقة احساس. طبعا. وعلى كل حال ليس بعيدا أن يجمع الإنسان هاتين الصفتين في شخص واحد، أن يكون علميا من ناحية، ومن ناحية تانية شفافا فنانا. فهذا هو صديقي الدكتور حسن منانة. قبل ما نتابع بحوارنا رح نروح للفيديو، رح نروح للشعر بصوتك، ورح نرجع لهذا الماضي لعمر الشباب، ونشوف هذا الفيديو سوا، نشاركه مع المشاهدين. منتابع. هو القلب أم حفنة من دخان القرى؟ قال لي صاحبي: نشأنا معا وضحكنا معا وشربنا معا وحل أقدامنا، فهل أنت مثلي غدا ميت في المدينة؟ قلت: هذا اتجاهي من النهر حتى نهاياته في الخليج، جنوبا جنوبا جنوبا، وكل الجهات التي حددتني غدت واحدة. قال لي: أنت لا تعرف الأرض والآخرين. قلت: أمي نهتني عن الموت إلا على صدرها. قال: خذ رقم قبري، وغاب. ولما التقينا بكينا معا فوق صدر التراب.
هو القلب أم حفنة من دخان القرى؟ كان لي صاحب واقف في الظهيرة بين متراسه وبين الدموع الصغيرة، طفلة لا تنام حين غنت لها أمها في الظلام، أغفلت بابها خشية العابرين ثم قالت لها عمم الجند بين البيوت أن تغني إذا أن تموت. لوين بتاخدك هالقصيدة؟ لوين بياخدك زمن هذا الصوت وهالصورة؟ هذا الزمن والصورة، وهو علاقتي بالجنوب، بالتراب، بالأرض، بالجنوب، إلى الأصل، إلى الأساس، إلى الانطلاقة. دائما شوف يعني عندي إلى الجذور، لبيت يحيى. نعم، هو البحث عن الرحم. نعم. يعني البحث عن المنشأ، عن الرحم. شو الوطن فكرك أنت؟ مثل بطن أمك، وطنك مثل بطن أمك. فالشعر هون صار هو العودة إلى الرحم. يعني هاي القصيدة أخذت صدى كبير. هاي القصيدة حقيقة كان شعراء كبار يحبوها حقيقة. أنا قالوا لي يعني هني يعني كان شاعر مصر العظيم الجميل أمل دنقل كان يقول لي أنا بحب هاي القصيدة. كان محمود درويش يحبها، كان قال لي أنا بحب هو القلب أم حفنة من دخان القرى. راح نشوف محمود درويش بهذه الصورة. إيه؟ يلي جمعتكن نشاركها مع المشاهدين وحضرتك. هالصورة بإيوان كسرى في المدائن العراق، معاصرة محمود درويش من أهم الشعراء العرب الفلسطينيين، شاعر الثورة والوطن. كيف تقرأ هيدي المناظرة بهيدي الصورة، هيدي الوجودية مع هالشخص الاستثنائي؟ جميل جدا، جميل جدا. كنا في العراق، في كان عندنا مهرجان مشترك، ورحنا على يعني إيوان كسرى في المدائن المشهور، هذا اللي قال فيه البحتري، وصفه، قال صمت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبتي إلى آخره، مشهور. أخذنا هذه الصورة المشتركة هناك، وكان يعني كنا أصدقاء ولنا. كان عندكم نفس القضية الشعرية، نفس القضية الثقافية؟ شو اللي كان قاسم جامع؟ كان يجمعني فيه وبأمل دنقل وبعبد الوهاب البياتي وبشعراء ونزار قباني، كان يجمعني الشعر والحياة. نعم. يعني وعملنا عدة أمسيات مشتركة. عملنا أمسية بالمغرب بالرباط بدعوة اتحاد الكتاب المغاربة. يوما قدمنا فيها محمد برادة، الدكتور محمد برادة، أنا ومحمود، وكنا بالقاهرة نعمل أمسيات مشتركة. وهنا أيضا كنا لي صديق، كمان صديقي سميح القاسم كان في نفس اللحظة، وشعراء آخرون يعني، وعبد الوهاب البياتي كان من أبرز الأصدقاء. عبد الوهاب البياتي في مراسلات بيني وبين عبد الوهاب البياتي أكثر من 40 رسالة، يعني أكبر شاعر في العراق عبد الوهاب البياتي في الحداثة الشعرية، من أكبر الشعراء عبد الوهاب البياتي. كان في علاقة متينة جدا بينه وبينه، سببها برأيي أنا أنه كان بأسبانيا عبد الوهاب البياتي، كان على علاقة قوية ببعض الأصدقاء، وكانوا يعني مثل الفنان حسن جوني ومثل اثنين من أكبر رموز أسبانيا اللي هن الدكتور بيدرو مونتابيس رئيس جامعة الأوتونوما بمدريد والدكتورة كارمن برافو. كان الدكتور بيدرو مونتابيس من أوائل أو من اللي ترجموا لي قصيدة البحث عن غرناطة، وأصدر عني كتيب صغير باللغة الأسبانية اسمه البحث عن غرناطة، القصيدة والشاعر ترجم للغة الإسبانية. أنا مترجم، كل أشعاري مترجم للإسباني، وفي طروح الدكتوراه 900 صفحة باللغة الأسبانية من جامعة الأوتونوما. بس كان دكتور بيدرو مونتابيس، كانوا هالشلة العظيمة هاي الجميلة، يعني عبد الوهاب البياتي،
والاستاذ حسن جون الرسام والدكتور عبد اللطيف يتيم صديقي هو باسبانيا، كانوا اصدقاء مع الدكتور بيدرو مونتابيس. بيدرو مونتابيس هو اكبر مستشرق في اوروبا ورئيس جامعة الاوتونوما، وهو هونيك كان يحكي لهم عن محمد علي شمس الدين، كان يحكي لهم عن قصيدة البحث عن غرناطة وترجمها، وكتب عنها كتاب صغير موجود عندي أنا يعني حتى الآن طبعاً. موجود طبعا. فنشأت بعدين صداقة بيني وبين عبد الوهاب البياتي، وصار في مراسلات، صار في 40 رسالة بيني وبينه، يعني نشر بعضها بالكتاب التكريم اللي صدر عني باتحاد الكتاب اللبنانيين، نشرنا 6 رسائل مع عبد الوهاب البياتي. رح روح الى هذه العلاقات، رح روح الى واقع الشعر اليوم. فانا هذه العلاقه اللي بدي عفوا بدي اقول لك انطلاقا من محمود، ومن محمود درويش للبياتي، حسن جوني بالرسم، بيدرو مونتابيس بالاستشراق، عبد الوهاب البياتي الى اخره. هاي العلاقات هي علاقاتي الشعرية في مناخ لبناني عربي عالمي، يعني هذه شبكة علاقات. الشعر كان يتحرك من خلال هذه العلاقات. نعم، فهذه أغنتني كثير هذه العلاقات. على الحال هذا الشعر يلي بتسكب من نفسك فيه، رح روح إلى حاضر هذا الشعر اليوم، ولكن بالفقرة الثانية لحتى ننتقل من الوقت تايم لحتى نروح للحاضر للوقت الحالي لنشوف القصيدة يلي بتعطيها ضوء الأخضر للولادة وين بتطلعها للنور وكيف. فصل أول ومنتابع سهرة عمر مع ضيفنا محمد علي شمس الدين. نبقى بجو الشعر إلى الحاضر، إلى الوقت يلي بينبض بكبار معاصرينهم مثل حضرتك محمد علي شمس الدين. نحن بنفتخر أنه نحن جيل اليوم عايش بهيدي الحقبة يلي هالقد فيها من التفلت الثقافي، يجمع البعض من أشلائه ويردنا إلى صواب الثقافة وإلى صواب الحضارة ناس مثل حضرتك. اليوم أمام هذا التزعزع يلي عايشينه على صعيد العالم كله وبلبنان تحديدا، كيف فينا نرد أشلاء الثقافة؟ كيف برأيك الجيل يلي عم يكبر اليوم بهذه الظروف، شو برأيك لازم نقوله؟ شو برأيك لازم تقوله حضرتك لحتى تقوله تعال هون الطريق هيك مش هيك؟ مصعب أنا بدي أقول لحالي بالأول، يعني أنا إلي وإلك بدي أقول أنفسنا، يعني شو نحن اليوم لما قلت لك إنه لو سألني عن الوطن لحتى أقول لك شو هو إنه الوطن، أنا بحسه مثل صار سؤال صعب بالسؤال عن الوطن؟ من أصعب الأسئلة، لأن الوطن مثل دمعة عم ينزل اليوم، وأنا بشوفه دمعة عم تنزل، دمعة تنهمر. الأوصاف اللي نحن كاتبينها لهذا الوطن الجميل هذا، بس كنا نقول يعني كلما كنت جميلة كنت كالوردة هشاً ونحيلة، يعني دائما ربما يعني على كل حال نبدي بالخيال نحن، لأنه بدنا نغير لابد يتغير هذا الواقع، لابد كيف هذا الواقع. إذا بدك ترجمه بقصيدة من وين تبدأ؟ كيف شو شروطك لترجمة أي واقع بدك تحطه بقصيدة؟ هل الفكرة بتنطلق؟ هل الكلمات من وين بتنطلق بعملك؟ هون قبل ليك، إن كلمة حد كلمة بيعملوا شغلي من أصعب ما يكون. الفكرة لما بتحوم بصدرك وبصير بدها تولد، يعني مثل ولادة طبيعية قديش فيها ألم، قديش فيها ألم قبل ما يطلع المخلوق. الولادات الشعرية عندي أنا ولادات مصحوبة بغيبوبات ألم، يعني بغيبوبات ألم، وبعدين بصير فيه سعادة الولادة. أما كيف ما بعرف كيف،
ما بعرف كيف يعني بتحوم الفكرة، بتحوم الفكرة بشكل غائم بالأول، بحط لها مخطط ما، يعني بقول أنا بدي أمشي من هون لهون، وبعدين بنسى، ممكن يتغير المسار، بنسى لا إيه هي بصير بجواتك أنت، هي عم تختمر عالم عم يتحرك، أفكار كلمات سوا بفوتوا سوا ببعضهم، يعني الفكرة مع الكلمة، وبعدين بصيروا يسحبوا بعضهم، يتساحبوا يتصاحبوا، ومرات خارج إرادتك يعني، وبتوصل لأماكن ما بتكون أنت حاطط لها خطط معينة. في دائما في شيء من المفاجأة بالإبداع، دائما يعني اللي بيكتب بيتفاجأ. أرضية القصيدة بصناعتها فيها قلق؟ كلها قلق، هي قلق محض. هي قلق محض حتى من بعد ما تولد كاملة؟ طبعا أنا بالنسبة إلي دائما قلق مصاحب، لذلك شوف كيف أنا من اللي بمزقوا كتير، يعني أنا ممزق مئات القصائد، مش ممزقها لا، إذا بدك بدقة حارقة. ليه؟ حتى ما يصير عندي حنين إلها، إنه أنا هيدي مثل أولاده الواحد، حتى ما يكون عندي حنين إلها بحرقها، لأنه ما عجبتني. هل هيدا دليل على أنك ببعض الأحيان غير متصالح مع نصك، مع شعرك، مع كلماتك؟ أنا بحياتي كتير متصالح، ولكن هيدا أنت بالكتابة هل يعني تعكس هذه المصالحة على الورق؟ بقوة أنا كتير متصالح، وإلا بتنطفها بتحرقها بتشيلها بحرقها. هو حياتي هيك، ليك تقريبا من صغري أنا الله خلقني سبحان الله حر، أنا حر، يعني لا أريد لا لملاك ولا لشيطان أن يسيطر علي، ما بحب من صغري، وبالتالي ما انتسبت لأحزاب نهائيا من ناحية يعني، ولكن عندي أنا يعني فكرة، وعندي عقلي، وعندي تصوري طبعاً، وعندي فلسفتي في، عندك قناعتك في الحياة، وعندي قناعاتي، وعندي سلوكياتي، بس حر يعني بمعنى أنه بحب ما يسمى بالإنسان قدرته على الاختيار والمسؤولية والنقد، يعني أن تنتقد يعني، لذلك أبدأ بأنا بانتقادي لنفسي لدرجة أنه مئات القصائد ممزقة وحارقة، لأنه ما عجبتني. إذا بديك تختار قصيدة واحدة بتخدنا لواقع اليوم لما نمر فيه على صعيد العالم، على صعيد لبنان، لهالأزمة، لهالمأزق الإنساني قبل أي شيء تاني، أي من قصائدك، أي من كلماتك بتختار؟ ممكن لك مقطع بس من قصيدي. تفضل. وهي من قصيدي ضخمة وجوهرية بحياتي، جوهرية، اسمها أرسلت غزالا نحو الشمس أو دموع الحلاج، هذه قصيدة كتبتها كما تعلم على مدى 8 سنوات. صحيح. وشكلت مرحلة، في مقطع بقول فيه أنا بقول فيه صليت ببغداد صلاة الدم، صليت ببغداد صلاة الدم، ونثرت بغزة أوجاعي، وعبرت الجسر الواصل ما بين الموت وأضلاعي، دمعي أصل الطوفان وقرباني جسدي، فاقطع إن شئت يدي، ستموج الغابة بالأغصان، ويعلو للأشجار عويل حتى يثقب سقف القبة، من لم يعرف وجع الإنسان وغربته في الأرض فلن يعرف ربه. هي حكمتي، من لم يعرف وجع الإنسان وغربته في الأرض فلن يعرف ربه، يعني لا خلصنا من التجارة بالدين وخلصنا من التجارة بالأوطان، من لم يعرف وجع الإنسان وغربته في الأرض، نحن ينقصنا يا صديقي في هذا العالم وبلبنان خاصة ينقصنا معرفة أوجاع الناس، وجع الناس،
هذا السيد المسيح إجا عشان هيك، محمد إجا عشان هيك، الأنبياء، زرادشت، المرسلين، كارل ماركس كمان عشان وجع الناس، المصلحين بلبنان، جبران، أنا وأنت إذا ما عرفنا أوجاع الناس وحاولنا أنه نكون نقيم ميزان عدل مكسور، معناته ما في لا شيطان ولا ملك. هذا مقطع معقول طبعا بيخدنا لهذا الواقع. أيضا طالما نحن بالحاضر اليوم من نبض الشباب ونبض المرأة بالمجتمع اللي حاضر جدا بمجتمعنا اليوم على صعيد العالمي واللبناني، الشاعرة دكتور يسرى بيطار، اسمح لي معك كمان نمسيها بالخير بهالمداخلة. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، اهلا استاذ شادي، اهلا دكتور محمد، اهلا وسهلا. اهلا بك. لما نحكي عن المرأة، عن الشعر، عن نبض وحضور المرأة اليوم بكوتا الحياة، كيف بتقابلي هيدا الموضوع بوجود وحضور ايضا المرأة بشعر وبكلمات محمد علي شمس الدين، يعني صداقتك، برؤيتك، بنظرتك، وبهالعلاقة الجميلة جدا الشعرية الثقافية اللي بتربطك فيه؟ نعم نعم، محمد علي شمس الدين شاعر للحياة، والحياة هي المرأة، والحياة هي الجمال. محمد علي شمس الدين أنس الوجود وأنس الطبيعة، ويكفيه أنه عاشق للجمال، والعشق نبوءة العارفين، حتى قال: وتعلم أنني ما غبت، لكن الجميلة دائما ينتابها قلق الغياب. محمد علي شمس الدين شاعر، والشاعر هو النص مكتوبا ومقروءا، وليس فقط وإنما نابضا أيضا. حين ينظر فهو شاعر، حين يجلس فتلك جلسة شاعر، حين يقرأ ففي صوته موسيقى. ولذلك قيل قديما إن الشاعر ينشد الشعر، والإنشاد ترنيم، وهكذا هو محمد علي شمس الدين. الشاعر المرمي في التيه، صاعدا على الغيم، نازلا على الريح، متربعا على زبد البحر، وهكذا. فالزمان هو زمن الشاعر، والمكان مكانه أولى مكانه. الشعر هو الحب، والحب انفتاح مطلق. أمام هيدا الكلام نعم. دكتور يسرى، اليوم إذا بدك تطلبي طلب من دكتور محمد علي شمس الدين، شو بتطلبي منه؟ أطلب منه أن يسمعنا قصيدة. سمعت يوما أن السيدة فيروز في إحدى مقابلاتها قالت: أنا أغني أفضل مما أتحدث عن الغناء. الشاعر كمحمد علي شمس الدين يقول الشعر، وهذا أجمل ما يقوله برأيي. لذلك قلت له يوما: قرأتك شعرا لتشفى جراح الجمال الحزين. الشعر هنا هو بلسم للجراح، كما يفعل القديسون. يعني أمام هذا الكلام أنا بدي أشكر مداخلتك. ما بعرف إذا دكتور عنده هيك كلمة يرد عليها بيلي حضرتك تفضلتي فيه قبل ما نسكر الخط. دكتورة يسرى صديقة حبيبة وقريبة جدا، وهي يعني شاعرة فيها حنين الأصالة، أصيلة، وجمال الحضور الآني. يعني هي الآن وأمس وغد. دكتورة يسرى شاعرة قلبا وقالبا، صاحبة أزمنة من ناحية، وفضلا عن رقتها الفائقة. يعني شكرا للشاعرة دكتور يسرى بيطار لهذه المداخلة، شكرا لحضرتك. شو طلبت قصيدة؟ يعني هذه القصيدة يلي طلبتها
من حضرتك. اليوم لما نحكي عن لبنان الحلو، وذكرت السيدة فيروز، ذكرت لبنان يلي بيتجلى بناس مثل جبران خليل جبران، مثل ناس بنفتخر لما نحكي عنهم. وين لبنان اليوم المتخبط من هؤلاء الأسماء، من لبنان الثقافي، من لبنان الحلو؟ والله شو لبنان هو يعني اليوم في عندك أنت أكثر من لبنان. لبنان الواقع المرير المر، المر اللي عايشينه غصة غصة، واللي مسؤوليته بتحملها السلطة الحاكمة لأنها مسؤولة. نعم، السلطة بمعنى أنه الدولة والتي تنتج نظاما دائما على هذه الصورة، والأشخاص المسؤولين بيحملوا أوزار هذا المجتمع، والمجتمع ذاته بيحمل مسؤولية لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول. يعني أنا ببدي بنفسي قبل ما أوجه انتقاد إلى الآخرين. كل هذا بده يتغير، بده يتغير. لابد نحن مثل ما قال سعد الله والنوس، نحن محكومون بالأمل، نحن محكومون بالتغيير. كيف بده يكون التغيير؟ بيبدأ من الشخص، من النفس، وبينتهي بالسلطة الحاكمة. وليك كما تكونون يولى عليكم طبعا. يعني نحن فينا نغير، قادرين على التغيير مع الصعوبة. بس طبعا على كل حال يمكن بهالزمن ما مسدود الأفق أبدا، أكيد بيبقى في فسحة أمل. ويمكن بهيدا العالم المتخبط صرنا بحاجة ومنشتاق إلى قبلة بعالم بعدنا عن بعضه، فرح ناخد هذه القبلة شعرا بالفيديو. أقول له القبلة سر معقود بين الشفتين، وجسر لا يعبره إلا الغاوون. كان أبي يعبث أحيانا بالكلمات، فيسألني مثلا عن معنى القبلة كيف تكون، فأقول له القبلة سر معقود بين الشفتين، وجسر لا يعبره إلا الغاوون. يعجب من نزقي ويعدل من جلسته ويقول أنت نسيت الفكرة يا ولدي وأضعت العبرة، فالقبلة حيث توجه وجهك نحو الله. كانت ما بين اثنين يضمهما شغف الحب وما زالت، حتى لو ذهبت نحو جهات أخرى. قلت إذن أنت تصلي حين تصلي بين الما بين، بين القبلة والقبلة. قال نعم، واعلم وتعلم أن القبلة أجمل ما في المعبود. سياني أكنت القاصد فيها أم كنت المقصود. هالقبلة يلي منشتاق لها على طريقة هذا الكلام، ومنا مننطلق للأعمال الكاملة لحضرتك يلي هي جزء من كل هذا الكلام، من كل هيدي القبولات الشعرية الثقافية يلي راسخة اليوم، وهي الصورة يلي رح نشوفها بآخر هذه الفقرة. قدي محمد علي شمس الدين راضي عن محمد علي شمس الدين اليوم؟ أنا ما كتير يعني كيف صعب الرضا عن نفسي، ما في ارضى على حالي. ليش؟ دائما الحداثه، مره سالوني ما هي الحداثه، قلت لهم الحداثه الشعور بالنقصان. يعني شعورك دائما بانك انت ما اكتملت، او انه المسافه اللي قطعتها اقل مما يجب. بس تطلع على الأعمال الكاملة، على الصورة اللي رح نشوفها على الهواء، بس تشوف هيك تفاصيل كل العمل تطلع بفخر هيك، كيف بكلمة واحدة كيف بتوصف ما تمر فيه أمام أعمالك الكاملة؟
أي أعمال الكابل صدرت في القاهرة، وصدر فيما بعد يعني أعمال صدرت في بيروت طبعاً. بجزئين يعني الأعمال حتى عام كذا وكذا، الأعمال الكاملة بتصدر طبعاً عندما يموت معين. عندما ولكن يموت بالمجمل الإنسان. إذا بدي أستغل العنوان لحتى هو عمم لحديت اليوم، هي مجموعة ما كتبت من أشعار، يعني هي لغاية 2010 صدر. كان بكلمتين كيف بتوصف هذه المجموعة؟ هذا أنا. هذا أنت. والمزيد من هل أنا الرائعة يلي مبسوطين بحضورك وبوجودك معنا، المزيد من محمد علي شمس الدين إلى المستقبل، إلى الأمام، إلى مستقبل الشعر مع حضرتك، مع الفاصل الثاني اللي بيخدنا للقسم الثالث. بريك ومنتابع. مشاهدينا منتابع بسهرة عمر، بدعيكم تتابعونا على سوشيال ميديا هاشتاغ سهرة عمر، اكيد عم تتابعوا كل الحلقات عبر هوا شاشة تلفزيون لبنان لإعادة نهار الاحد الساعة 11:30 صباحا، واكيد من خلال يوتيوب شانل تيلي ليبون، وعندي انا شادي ريشا، تابعونا دائما نحن وضيوفنا. القسم الاخير مع ضيفي الشاعر الاستاذ دكتور محمد علي شمس الدين، بروح فيه الى مستقبل الشعر. نحن اليوم لوين رايحين؟ بأي اتجاه؟ هل مستقبل الشعر بأمان؟ هو الحياة كلها يعني السؤال مطروح على الحياة كلها، يعني هل هي بأمان بالمعنى أنه لقدام ولا لورا؟ يعني هذا هو الأمان، أما أنه الحياة باقية تتدفق كالنهر يعني رغم كل ما يجري. مستقبل الشعر ما في يحكي عنه إلا من خلال النظر في الصيرورة اللي عم تصير، اللي هي ماشي نحو التشظي، نحو التشظي، العالم ماشي نحو التشظي. والشعر من حيث أنه هو يعني ضمير بشري عبر الأزمنة، فبده يكون متشظي ايضا، متشظي وسيكون بعتقد انه مثل ما كان هو احدى خشبات الخلاص للروح البشريه المعذبه والمكابده، سيمشي نحو التشظي وسيتلون ب بما يتلون به العالم من حدة صراع وجمال اللقيا بعد الصراع. يعني نعم، انه نعم. بده يعاني كتير، الشعر يتشظى كتير وبده يوصل لنتائجه الجميلة كما ينبغي، وإلا ما فينا نحط نقطة ونقول هذه نهاية العالم، أبدا. العالم في عصور بتنتهي ولكن الحياة تستمر يعني طبعا. بهذه المناسبة تفضل. أنا بشبه هذه المسألة بجريان النهر يعني. نعم. ولي قصيدة صغيرة بهذا الموضوع عنوان الأيام. الأيام بقول فيها يعني تجري في جسدي الأيام، لأنك عم تسألني عن الزمن طبعا، تفضل، وعم تسألني شو بدنا نعمل، الشعراء شو بدنا نقول، لوين رايحين. رح أقول لك بهاي القصيدة إنه أنا ما بعرف، تجري في جسدي الأيام، جسدي المجرى والأيام الماء، وحين يسائلني ملك الشعراء هل ماء النهر هو النهر، أتلعثم وأقول له لا ونعم، فأنا
لا أشرح للطير سماء الطير، ولا أشرح للطفل حليب الأم. المستقبل كالحليب للطفل وكالسماء للطير، آتي وبلا شروح. وفي ناس مثل ما عم تذكر حضرتك، في ناس بنحملهم معنا للحاضر وللمستقبل، مثل المهندس والكاتب القصصي مصطفى جوني صاحب كتاب قصائد أنبتتها الصخور في سيرة محمد علي شمس الدين. لما نحكي عن هؤلاء الأشخاص ما فينا إلا ما نكون عم نذكرهم دايما بكل خير. أستاذ مصطفى مساء الخير. مساء النور. مساء النور، شرفتنا بهذه المداخلة. كيف توصف علاقتك بالأستاذ محمد علي شمس الدين على صعيد الإنساني وعلى صعيد الثقافة الشاعري؟ لك خليني لك إياهم علاقتي معه للأستاذ وشاعرنا الكبير محمد علي شمس الدين بمرحلتين. المرحلة الأولى لما كنت أنا مهندس، والمرحلة الثانية لما صرت أنا كاتب. مهندس كنت اتفاجئ انه كيف يحكوا بالشعر لما يقعد مع خي الوسام حسن، اذا لو ما انا بعرفهم، يعني لو ما بعرف من هو حسن، من هو محمد علي شمس الدين، من هو الفنان الرسام ومن هو الشاعر. لانه لما محمد علي كان يحكي عن اللوحه فكان عم يحكي عن قصيده، لما حسن كان يحكي عن قصيده كنت فكره عم يحكي عن لوحه. بقى كنت انبسط بهالحديث هذا، بس اقول انا شو يعني شو هالكلام اللي بينحكوا. ولكن لما صرت امشي معاهم بالكتابه، يعني كتبت هالكتاب بشاعرنا الكبير محمد علي شمس الدين، استهوتني الامور، لقيتها فيها صعوبه بس استهوتني الامور. فاليوم يعني بالماضي كنت شوفه للاستاذ محمد قريب لإلي، لانه نحن دم واحد من عائله واحده يعني. بقى اليوم لا، صار صديق وصار القريب. مع خي حسن في كذا شغله، هو الصديق وهو الرسام، هو الرسام وهو الاديب. بقى معي انا فينا بهول الاثنين وكانوا كثير حلوين. بقى كتبت هذا الكتاب وانبسطت لانه كنت حابب اعمل شيء بحياتي لهالشاعر العظيم اللي اسمه محمد علي شمس الدين. نعم، اليوم امام هيدا الواقع يلي كمان عم نحكي فيه عن الشعر، الى اين شعر المستقبل، كل هيدي الرموز الحلوه شو باقي منها من الثقافة؟ قد ايه رواسب الشعر وهيدا الإرث يلي محمد علي شمس الدين ما زال مستمر فيه، قد ايه رح يعمر طويل، وقد ايه هيدا الشيء رح يكون بمكتبتنا العربية واللبنانية بعالم الشعر؟ كيف بننظر ثقافيا لهذا الموضوع؟ سيد الكريم انا اليوم كنت بحديث مع أستاذ مقربين لإلي عن قصة وين لوين احنا رايحين. ما في شك انه رايحين للعدم، يعني اليوم بينذكر محمد علي شمس الدين، عم بحكي لمحمد علي اللي بعده حي. بعد شوي ما حدا بيعرف عنه شيء. ولا الشعراء اللي قبله رح يعرفوا عنه شيء. ولا الرسامين اللي قبله رح يعرفوا عنه شيء. قلت لك الفن، انا بعتبر الادب شيء والفن شيء والثقافه شيء اخر. نحن بالشرق الاوسط، لانه بعد انا باوروبا الي اتصالاتي اليوميه باوروبا. اوروبا الشرقيه كان او الغربيه، وبشوف كلهم عم بيحكوا بالفن وعم بدين ظلال الفن فيهم. بشرقنا ويا للاسف، انا بحط الحق على كل الشعراء والادباء والفنانين والرسامين، ما عملوا شيء، ما عم بيشتغلوا شيء حتى يكون في استمراريه للادب والشعر. وهيدي الثقافه، هيدي ثقافه، مش الثقافه اللي هو اللي بنعرف نحن انه شو نكتب وشو نقول، مش هيدا. نعرف شو لازم نعمل للمستقبل، شو لازم نعمل حتى نضل محافظين. نعم. مش بس. نعم. على حالنا نحن كفنانين كادباء، وكمان نحافظ على الفن والادب واللي هو للاسف عم بيزول يوميا. وهيدي كمان اللي عندنا تلفزيوناتنا، كمان شخصياتنا اللي عم بيطلعوا على التلفزيون، كلهم ما لهم دخل بالثقافه، لهم دخل فقط بالقراءه. وقالت لي وحده الاجنبيه مره، بتقول لي انتم بتعرفوا تحكوا كل اللغات، ويا للاسف انكم ما بتفهموا شو اللي عم تحكوه. يعني نحن ما لنا شعب مثقف. الكاتب مصطفى جوني، شكرا لهذه المداخله، شكرا لحضرتك. يعني مع كلامه هيك شو بتحب تضيف؟ تفضل، كان عندك شيء تقوله. لا يعني صديق مصطفى ومهندس وبالتالي رجل علم،
وبنفس اللحظة رجل سرد قصصي، يعني كمان مثل الدكتور حسن منانا يجمع العلم والفن في وقت واحد، وهو محاط بالفن. يعني هو صديقي وأخوه للرسام صديق حسن جوني، وهو عايش بين اللوحة والقصيدة، وهو كاتب قصصي، كتب طبعاً مجموعة قصصية جيدة بكل الأحوال، فضلا أنه مثقف، يعني مثقف درجة أولى، فوجه له التحية. كل التحيات له. رح توقف مع آخر صورة، صورة اللي اخترتها لنشاركها بهيدا الفقرة، وهي صورة بتخدنا لجائزة العويس الثقافية للشعر، واللي كمان كان في بنفس الدورة ربح الكبير أمين معلوف وأسماء كثيرة. أيضا عم نشوف الصورة، شو خصوصية هذه الجائزة؟ صحيح، هذه أنا سنة 2010-2011 بدورة 2010-2011 أخذت جائزة الشعر في هذه المؤسسة المستقلة الثقافية الكبيرة، هي من أكبر المؤسسات الثقافية في العالم العربي حقيقة، يعني توازي بين هلالين، يعني شبيهة بنوبل، هذه نوبل العرب. صحيح، ولها مصداقية قوية. فأخذ وما أخذت الدكتورة صاحبة ثلاثيات غرناطة، أخذت جائزة الرواية، أخذ الدكتور عبد العزيز الدوري جائزة تاريخ، أكبر مؤرخ عربي معاصر، وأعطيت جائزة العلوم الإنسانية للكاتب المعروف أمين معلوف. فهذا بتقلي أنه في هذه المسيرة يعني الشعرية قد يكون هناك من ينتبه لك ويقول أنه شكرا، هذه كلمة شكرا طبعا، هذا التقدير والشكر. بالمقابل أعلنت انسحابك من جائزة الشيخ زايد للكتاب احتجاجا على اتفاقية التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، العدو الصهيوني. خبرنا أكثر عن هذا الخبر. نعم، لحتى نختم في هذه الفقرة. أنا يعني كنت يعني دار النشر اللي نشرت لي كتاب آخر ما تركته البراري تقدمت لهذه الجائزة بهذا الكتاب، وأنا أعطيتها الإذن، ثم فوجئت بأنه صار في تلك الاتفاقية المعروفة يعني والمشهورة بين الإمارات العربية المتحدة وبين الكيان الصهيوني. وهذه اتفاقيات سياسية، أنا شخصيا وجدت أنه لا تنسجم طلبي لهذه الجائزة التي ممولة رسميا هي من الدولة، يعني مع قناعاتي الإبداعية والوطنية، فأعلنت انسحابي منها. أنا ممن يجيدون أن أقول لا حين ينبغي طبعا، وحين أرى أن شعري في محك السؤال العملي ما بتساوي في الصراع، في الحياة، في القناعة، لا أنا أقول لا. وأنا مش بس هيك، أنا كمان رفضت أن يكون عضو بإحدى لجان التحكيم، رفضت مع أنه في إغراء مادي كبير، بس ما راح أقول وين. ورفضت قبلها، كنت مدير تفتيش في الضمان الاجتماعي، استقلت لأنه كان لي مطالب. الحياة أهم من أن تقول نعم أن تقول لا. إلى الفاصل الأخير، إلى الخلاصة مع يلي حضرتك قلته، الحياة أهم من أنك تقول نعم تقول لا. إلى الخلاصة بالقسم الأخير.
خلاصة الحلقة مع ضيفي الشاعر محمد علي شمس الدين. اليوم مع الشاعر، مع كل يلي حكيناه، مع كل القصائد يلي قلناهن، مع كل المقتطفات، بعرف كان فينا نحكي أكثر. رح أختم معك بتوصية في هذا الزمن نحملها معنا لبكرة، ومقتطف كتير صغير تقري لنا إياه من حلاجك 8 سنوات يلي فيها الأد من الفكر ومن العمق. كيف الخلاصة على طريقتك؟ الخلاصة أنه لابد من الصراع في الحياة، يعني لابد من الصراع، ولكن في النتيجة ما يحط كل يعني كل أحلامه وأماني الإنسان بنقطة واحدة. يعني حتى الشهوة فارغة، هذه الشهوة حين امتلأت ماتت. أما الحلاج كيف؟ الحلاج بقول المقطع مقتطف. الأساسي تفضل. الأول: أعليت دموعي كيما تبصرها يا الله، وقلت أعيد لك الأمطار فلتنشر غيمك حيث تشاء، فإن الغوث يعود إليك والحزن يعود إلي. وأنا حين ربطت الريح بخيمة أوجاعي، جمعت ينابيع الأرض ففاضت من ألمي. هذا ألمي قرباني لجمالك، لا تغضب فأنا لست قويا حتى تنهرني بالموت. يكفي أن ترسل في طلبي نسمة صيف فأوافيك، وتحرك أوتار الموسيقى لأموت وأحيا فيك. هذا ألمي خفف من وقع جمالك فوق فمي. محمد علي شمس الدين، شكرا لحضرتك، نورتنا بسهرتنا لليلة. مشاهدينا، هيدا كان شاعر الكلمة، هيدا كان شاعر الثقافة يلي معه ومن الطفولة يلي نهل منا وبحث عن والدته يلي عاش بطفولة بعيدة عن أب وأم، إنما لقى البديل بالكلمة يلي قدر يصنع بحشاها ولادات كثيرة تجلت وما زالت لليوم بشعر رح يكون للعمر كله. منه منتعلم إنه المساومة موضوع لا يستحق أبداً إنه نساوم فيه ولا إنه نتطلع فيه، مثل ما رفض جائزة الشيخ زايد للكتاب لأنه هي جائزة شراكة مع الكيان الصهيوني بالاتفاقية يلي أقيمت مؤخراً وضجت العالم كله. هيك نعرف نختار دايماً وطننا، نعرف نختار حالنا، ونعرف نختار ثقافتنا. ومثل ما ذكر محمد علي شمس الدين، دايماً نعرف أي متى، والأهم أنه مش بس نقول إيه، أنه نقول لا. إلى اللقاء.